أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الجزيرة، مباشر نرحب بكم من جوار الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وبالتحديد من البلدة القديمة التي تظهر أمامكم في الصورة. هنا الاعتداءات مستمرة على المسجد الإبراهيمي الشريف منذ ما يزيد عن 35 يوما، إذ أن الاحتلال يمنع رفع الأذان في الحرم، وهناك طبعا هجمة مستمرة على الحرم الإبراهيمي الشريف بغيت السيطرة عليه بالكامل، إذ أن الاحتلال ينفذ مشاريع استيطانية أخرى، وقد اتخذ قرارات جديدة فيما يتعلق بالمصعد الذي هو على إحدى جنبات الحرم الإبراهيمي، وذلك لتسهيل حركة المستوطنين في تحديدا في دخولهم إلى الحرم الإبراهيمي. على أي حال سنتعرف على ماذا جرى فيما يتعلق برفع الأذان والاعتداءات بمجملها على المسجد. معنا الآن السيد عيسى عمر، منسق شباب ضد الاستيطان، الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويعطيكم العافية. يعني الاحتلال يستمر في منع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، كيف سينعكس ذلك على الهجمة الاستيطانية المستمرة؟ كيف سيؤثر ذلك على مستقبل الحرم؟ يعني الهجوم الاستيطاني الشرس على المسجد الإبراهيمي هو جزء من سياسة الأمر الواقع التي يريد الاحتلال تنفيذها في الضفة الغربية، وهذه السياسة هي تبدأ في المسجد الإبراهيمي بأن يتم تنفيذ القانون المدني الاحتلالي على المسجد الإبراهيمي، أي أن الاحتلال الإسرائيلي فعليا قام بأخذ قرار بضم المسجد الإبراهيمي لدولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تطبيق القانون الاحتلالي عليه بعدم رفع الأذان، بالسماح للمستوطنين مؤخرا ببناء مصعد كهربائي وتغيير المعالم الخارجية لساحات المسجد الإبراهيمي، وهذا اعتداء على قدسية هذا المسجد، اعتداء على الإرث العربي والفلسطيني لهذا المسجد، وأيضا اعتداء على قرارات اليونسكو التي اعتبرت هذا المسجد جزء من التراث العالمي المعرض للخطر. نعم، أريد أن أشير سيد عيسى بأن الأذان يرفع الآن في جميع مساجد محافظة الخليل باستثناء الحرم الإبراهيمي. يعني طبعا المستوطنين يتذرعون بأن صوت الأذان يزعجهم، وهذا جزء من الاعتداء على الهوية الفلسطينية الإسلامية. نحن كمسلمين لا يوجد لدينا أي مشاكل مع اليهود، بالعكس نحن نحترم اليهودية والمسيحية، ولكن الاحتلال الصهيوني يعني يهاجم العقيدة الإسلامية ويهاجم الأذان الذي يعني نحن كمسلمين وجزء من هويتنا وجزء من تراثنا وجزء من يعني عقيدتنا اللي احنا بنمارسها كل يوم يعني 5 مرات، ليس في الخليل فقط وإنما أيضا يحاولون يعني إسكات الأذان في القدس، حاولوا أيضا إسكات الأذان في اللد وفي معظم المناطق الفلسطينية التي للاحتلال سطوة على المساجد فيها وعلى المقدسات الإسلامية. هل يعد إسكات الأذان كما تفضلت وعدم رفعه بقرارات من الاحتلال سابقة خطيرة تمهد لما بعدها؟ يعني هذه أول مرة يتم بهذه الطريقة الاعتداء على المساجد الفلسطينية في الخليل. نحن نتحدث عن مدينة الخليل، لا نتحدث عن أي مدينة أخرى، وهذه المنطقة تخضع للقانون العسكري الاحتلالي الذي لا يوجد فيه أي يعني أي من القوانين تمنع إقامة الأذان، ولكن الآن تطبيق القانون المدني على المسجد الإبراهيمي بهذه الطريقة من خلال منع الأذان وإعاقة المؤذن من دخول غرفة يعني المؤذن، علما أن هذه الإجراءات حدثت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي. يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يعطي هدية للمستوطنين المتطرفين الذين يعني هاجموا المصلين في المسجد الإبراهيمي في عام 1994 بإعطائهم جوائز بأن يمنع الأذان، بيتم تقسيم المسجد الإبراهيمي مكانيا وزمنيا، والآن يحاولون تغيير المعالم الفلسطينية العربية الإسلامية لهذه المنطقة. هي ليست المنطقة الوحيدة التي تعرض للاستيطان حاليا، يوم أمس كان المستوطنين يحاولون إقامة جدار في منطقة تل رميدة، المنطقة الأثرية والتي تعتبر هي الأقدم في محافظة الخليل، وأيضا في شارع الشهداء وفي محيط البلدة القديمة. هناك يعني أعمال كثيرة جدا من قبل الجيش الاحتلالي والمستوطنين بتضييق على المواطنين، لتهجير المواطنين الفلسطينيين وقتل الهوية الفلسطينية، وأيضا الاعتقالات المستمرة لبعض القيادات الإسلامية في مدينة الخليل وبعض الشبان، اعتقالات تنكيل من الجيش الاحتلالي، هدم منازل في مناطق جيم خصوصا في مناطق الجنوبية الشرقية في محافظة الخليل في يطا والسموه وبين نعيم وبقية المناطق. نحن كشعب فلسطين نتعرض لحملة تهجير وحملة يعني فصل عنصري
النكبة والنكسة الفلسطينية ما زالت مستمرة، وعلينا كفلسطينيين أن نقف في وجه هذه التحديات. وهذه رسالة لكل من يعتبر نفسه قائد في الشعب الفلسطيني، بأن يكون هناك وحدة وطنية حقيقية على برنامج مقاوم لهذا الاحتلال. ورأينا أيضا في يعني في خلال معركة سيف القدس والعدوان الأخير على قطاع غزة، كيف أن الشعب الفلسطيني توحد على برنامج المقاومة من البحر إلى النهر. نعم سيد عيسى، يعني إذا ما عدنا للوراء قبل سنين فقط الوضع كان مختلف، واقع الحرم الإبراهيمي كان مختلف ومحيطة. اليوم نحن نشاهد بوابات حديدية، بوابات إلكترونية، إعاقة كبيرة لحركة المرور وخصوصا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وحتى لسكان المنطقة المحيطة. اليوم يمنع رفع الآذان، هل هذا هو تكريس جديد للاحتلال في المنطقة ومحاولة للسيطرة بالكامل على الحرم الإبراهيمي؟ هو ليس فقط منع الأذان، وإما منع المسلمين من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي. أعداد المسلمين تتقلص يوما بعد يوم بسبب الحواجز والعوائق واعتداءات المستوطنين. نحن نتحدث عن 6 حواجز في المحيط الأول للمسجد الإبراهيمي و22 حاجز في المحيط الأكبر للمسجد الإبراهيمي و100 عائق حركي. هذه العوائق والحواجز هي لمنع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى المسجد الإبراهيمي والمناطق المحيطة في المسجد الإبراهيمي. المنطقة التي يعني خلفنا هي منطقة مغلقة بالكامل، نتحدث عن 1800 محل تجاري مغلق بسبب سياسة الإغلاق، أكثر من 1000 بيت فلسطيني، ونسبة 43% من المنازل أصبحت مغلقة. قاموا بوضع يافطات بأسماء عبرية، قاموا بتغيير أسماء الشوارع وأسماء الحارات وكل شيء، يعني ترى العلم الاحتلالي فقط في هذه المنطقة بصورة يعني واضحة بأنها انتهاك للقانون الدولي وانتهاك للقانون الإنساني وانتهاك أيضا لجميع الأخلاق والأعراف. يعني هم استغلوا انشغال العالم في جائحة كورونا ووجود ترامب في الحكم لتغطية مشروع استيطاني كبير يستهدف الخليل لتهويدها، وأيضا تهويد القدس وتهويد بقية المناطق في الضفة الغربية. المطلوب فلسطينيا، يعني هذا ما يجب أن نتحدث عليه، المطلوب فلسطينيا وحدة وطنية حقيقية على برنامج مقاوم يزيد تكلفة الاحتلال والاستيطان على المستوطنين وعلى الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يرتدع بدون مقاومة. سيد عيسى، يعني بالإضافة إلى قرار منع الأذان هناك قرارات أخرى تتعلق بالمصعد، وهو أمر خطير ربما يتعلق في إسلامية الحرم الإبراهيمي. هذا المصعد سيؤدي إلى تسهيل حركة المرور خصوصا لأصحاب الإعاقات ربما من المستوطنين للوصول بكل سهولة. هل هناك قرارات جديدة فيما يتعلق بهذا الصدد؟ يعني نحن حاولنا منع تغيير معالم هذا يعني الإرث التاريخي قبل أن يكون إسلامي. يعني الموضوع مهم جدا، أن هذا يعني أحد أهم المواقع التراثية في التاريخ، المسجد الإبراهيمي ومحيطه، هي منطقة قديمة جدا يعني يعود تاريخها لأكثر من 5000 عام، وهذا أداء صارخ على تاريخ وحضارة ويعني تراث عالمي معرض للخطر، موجود على لائحة اليونسكو. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يسيطر على هذه الأماكن التراثية لمحاولة يعني تغيير التاريخ وتغيير الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. حاولنا نحن من خلال المحاكم الاحتلالية بإعاقة بناء المصعد الكاذب، هو لا يخدم أحد، هو يخدم فقط المشروع الاحتلالي، يخدم فقط تغيير المعالم الفلسطينية الإسلامية العربية لمعالم احتلالية للأسف الشديد. فشلنا في جميع المحاكم، حاولنا إعاقة، وكان في البداية هناك رأي لوزير الحرب الاحتلالي جانتس بتوقيف العمل في هذا المصعد، ولكن على ما يبدو أن من يحكم هذه الدولة العنصرية الآن هو اليمين المتطرف سموتريتش وبنكفير وعصابات نتنياهو. نحن نتعرض الآن لهجمة عصابات على مقدساتنا وعلى أبنائنا وعلى شعبنا في القدس وفي الخليل، والآن يعني أصدر قرار نهائي من وزير الحرب وهو الذي يعني يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع، أصدر قرار جديد بأن يتم بناء المصعد ليغير معالم المسجد الإبراهيمي ويغير المعالم المحيطة في المسجد الإبراهيمي بشكل كامل. نعم. طيب سيد عيسى، أمام هذا الواقع الذي نشاهده اليوم هو واقع مختلف تماما عن الماضي يتعرض له الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة بشكل عام، يعني كيف ترون المستقبل للحرم الإبراهيمي وللبلدة القديمة في حال استمرت الهجمة الإسرائيلية في هذا المكان؟ يعني المسجد الإبراهيمي حتى عام 1994 كان فقط للمسلمين، وبعد مجزرة الحرم الإبراهيمي
تغير الواقع في المسجد الإبراهيمي وتم تقسيمه مكانيا وزمانيا، والآن أصبح الوضع خطير جدا بأن المستوطنين يحاولون مصادرة بعض المنازل في محيط المسجد الإبراهيمي ويحاصرونه من جميع الجهات. المستقبل خطير، أنا أتوقع أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهويد المسجد الإبراهيمي بشكل كامل، وهو يستغل انشغالنا في مشاكلنا الداخلية كفلسطينيين، وانشغال العالم العربي أيضا بمشاكله والإسلامي الداخلية، وانشغال العالم بجائحة كورونا يعني يسيطر على كل شيء فلسطيني ويغير المعالم ويفرض سياسة أمر واقع على الشعب الفلسطيني وعلى الفلسطينيين. شكرا لك أستاذ عيسى عمر، وأنت منسق مجموعة شباب ضد الاستيطان هنا في مدينة الخليل. إذن مشاهدينا الكرام، هذا هو واقع المسجد الإبراهيمي الشريف، المزيد من القوانين الجديدة التي تشرع للسيطرة على الحرم بأكمله بعد أن تم تقسيمه زمانيا ومكانيا. هناك بعض القرارات لإنشاء مصعد، وهو قرار نهائي بالمناسبة لتسهيل حركة المستوطنين من الوصول إلى المسجد. أيضا البلدة القديمة برمتها هي مستهدفة، الاحتلال يعني يسيطر على المزيد من المنازل ويقوم بإنشاء طبعا يعني نقاط عسكرية جديدة، ويقوم بالسيطرة على المزيد من المنازل والأراضي المحيطة، ويقوم طبعا بتنفيذ مشاريع فيها. الواقع اليوم مختلف تماما عن السنوات السابقة، على ما يبدو بأن الاحتلال سيطر على جزء كبير من البلدة القديمة وعلى جزء كبير أيضا من الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا طبعا لربما إن استمر الوضع على ما هو عليه سيكون هناك سيطرة كاملة للاحتلال على هذا المسجد التاريخي القديم الإسلامي، والذي فيه طبعا عدد من قبور الصحابة والتابعين. شكرا لكم على طيب المتابعة.